من الأمور التي تجعل الغوص مشهورا هو أنه بإمكانك الاستمتاع بالعديد من البيئات المختلفة من خلاله، لكل منها خصائص تجعلها فريدة من نوعها، إلى جانب الشعاب المرجانية والمحيط الغني، يشتهر الغوص في البحيرات والمحميات والينابيع والمحاجر التي تعرضت للفيضان والأنهار ومواقع الغوص الاصطناعية. وفي كل هذه الأنواع، هناك ستة عوامل بيئية تؤثر عليك كغواص، برغم أن مدى التأثير والكيفية ترجع للبيئة. في معظم البيئات تختلف درجة الحرارة بحسب الموسم ولكن المياه تميل دائما لتكوين طبقات حرارية بحيث تصبح أبرد كلما دخلت في الأعماق العمق الذي يمكنك العثور فيه على المياه الأبرد يعود إلى البيئة نفسها والموسم وحركة المياه والمهم هو ارتداء بدلة غوص للحماية بحسب العمق الذي تخطط للوصول إليه يمكن أن تتراوح القدرة على الرؤية من متر أو بضعة أقدام إلى أكثر من 30 متراً أو 100 قدم وتعرف عادة بالمدى الذي يمكنك تحديده كغواص بشكل أفقي. وكما تؤثر عاصفة ترابية في الهواء فالكثير من الجسيمات في الماء تجعل الرؤية أقل وضوحا تساهم حركة المياه والجو والكائنات العالقة والقاع نفسه في وجود الجزيئات العالقة وتقلل من وضوح الرؤية ولا يعني تقليل من وضوح الرؤية غوصة سيئة فما تراه يكون أهم كثيرا من مدى بعض الأشياء ولكن قد تجعل الرؤية المحدودة وجودك مع زملائك أمرا صعبا لذا عليكم البقاء في الجوار وخذ وقتك في مراقبة زملائك عادة ما تتطلب الحركة في المياه مزيدا من الانتباه ويكون من السهل الانفصال أثناء الصعود أو النزول كما تعلمت الأسهل والنزول النزول والصعود بحذاء القاية والحبل وخاصة في المياه ذات الرؤية المحدودة ولكن يمكنك الاستعانة بجهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك لمراقبة العمق لم يكن لديك مرجع إذا كانت الرؤية محدودة وتعوق الاستمتاع فيكون الأفضل عدم القيام بالغوصة أو إنهاءها إذا كنت قد بدأت بالفعل كما أن المياه الصافية قد تتسبب في الانفصال أيضا مرة أخرى اتخاذ علامة مرجعية يساعدك كما يمكن أن تكون بعيدا جدا عن زميلك حتى وإن كنتما تريا بعضكما تذكر أن تبقى قريبين يعد نوع حركة المياه اللذان يؤثران أكثر من غيرهما على الغواص هما الأمواج والتيارات، سننظر إلى كيفية تأثير الأمواج على الغوص في مرحلة لاحقة من هذا القسم تؤثر التيارات على الغوص لأنك لا تتمكن من السباحة ضدها إلا القليل منها فقط فتحتاج إذا إلى استخدام تقنيات مناسبة تكون التيارات شديدة على السطح وأضعف ناحية القاع، لذا قم بتخطيط الغوصة بحيث تتجنب السباحة لمسافات طويلة على السطح ابدأ الغوص بسباحة ضد طيار خفيف بهذه الطريقة حينما تستدير الغوصة سيساعدك التيار على الوصول إلى نقطة الخروج بدلا من أن يدفعك بعيدا عنها خاصة على سطح لا تسبح ضد أي تيار إلى التيار ضعيف حيث أن ذلك قد يتسبب في جهدك اسبح عبر التيار للوصول إلى الشاطئ أو الحبل المتدلي خلف قارب الغوص لهذا الغوص أو الخروج من التيار بحسب الموقف حينما تغوص باستخدام قارب اذا تمكنت من الوصول الى القارب بمساعده تيار فابق هادئا ابق بالقرب من زميلك وانفخ الهواء في جهاز التحكم في الطفو واستخدم اجهزه ارسال الاشارات لتنادي على القارب لرفعك غوص الانجراف يساعدك على التعامل مع التيارات من خلال ترك نفسك لتطفو معها إنه أسلوب منعش جداً معروف في الغوص خاصة في الأماكن التي تسود فيها التيارات المحيطية القوية. يمكنك تعلم التقنيات المطلوبة من خلال دورة بادي للغوص والإنجراف. قد يكون القاع مكوناً من الطين أو الطم أو الرمل أو الصخور أو الشعاب المرجانية أو النباتات بأكثر من طبيعة واحدة سائدة في معظم مواقع الغوص. وبغض النظر عن النوع، تجنب ملامسة القاع قدر المستطاع حتى لا تفسده وتقلل القدر على الرؤية، وللمساعدة على تجنب الجروح واللسعات، وكذلك لكي لا تتلف الحياة البحرية. ابقى طافيا بتعادل مع المحافظة على معداتك أعلى من القاع. إذا كان يجب عليك ملامسة القاع، فاختر مكانا بدون حياة بحرية حساسة أو مخاطر، واستقر عليه برفق بقدر أكثر قليلا من الالتصاق بطرف الزعانف. حينما تكون قريبا من القاع راقب اين تضع يديك وقدميك. حينما تدخل او تخرج في الغوص من الشاطئ احيانا يكون لا مفر من الالتصاق بالقاع. اذا كان الامر ضروريا حينما تقوم بالغوص ارتدي احذيه البدله المبتله الطويله لتقليل خطر الاصابه بالجروح من الصخور او اللسعات بسبب السير على الكائنات البحريه. ادخل في العمق بما يكفي لتبدأ السباحه. تؤثر أشعة الشمس على كمية الضوء الذي يدخل تحت الماء ولكنها يمكن أيضا أن تتسبب في الحروق وهي قد تكون أكثر الإصابات التي يتعرض لها الغواصون شيوعا ولكن من السهل تجنبها استخدم واقي الشمس وابقى في ظل متى استطعت غطي نفسك بالملابس وتذكر أنه يمكن الإصابة بالحروق أيضا من تحت الملابس وقد يؤدي التعرض المتكرر لمدة طويلة لأشعة الشمس الساطعة إلى ضرر بالعين لذا قم بحمايتها باستخدام نظارة شمسية جيدة يعد الغوص متعة كبيرة سواء في المياه المالحة أو العذبة، وتنطبق المهارات على البيئتين، ولكن هناك بعض الاختلافات العامة. المياه العذبة أقل كثافة، وأنت لا تحتاج إلى الكثير من الأثقال، لذا تحقق من الوزن المطلوب عند الانتقال من الماء العذب للماء المالح أو العكس. تميل البيئة البحرية إلى وجود حياة بحرية أغنى، وحركة أكثر داخل المياه، أمواج، وتيارات، ومد، وجزر. في المياه العذبة من الشائع وجود القاع الذي يسهل تعكيره، وبها طبقات واضحة من المياه الباردة كلما اتجهت للأعماق في نطاق العمق الترفيهي. ستطور كغواص قدرتك على تقييم أحوال الغوص. ستتعلم القيام بذلك من مدربك والغواصين الآخرين ومن خبرتك حتى يمكنك تقييم أحوال رحلة الغوص استنادا إلى الطقس والموسم وحركة المياه وشكل المياه والتقارير عبر الإنترنت. من الغواصين الآخرين ورحلات الغوص التي قمت بها في مواقع مشابهة يتضمن تقييمك تحديد ما إذا كان الغوص مناسبا أو لا إذا كانت لديك مشكلة أحصل على المعلومات عن كيفية التعامل معها إن تمكنت إن لم تتمكن من التعامل مع المشكلة توجه إلى مكان آخر للغوص أو أجل الغوصة ليوم آخر تذكر أنه في النهاية أنت من يقرر الغوص وأنت مسؤول عن سلامتك فأنت وحدك من يمكن اتخاذ القرار النهائي بالغوص كما ناقشنا الأمر في القسم الأول يساعدك التعرف على البيئة على تعلم كيفية مواجهة ما يمكنك مقابلته في كل بيئة على حدة ستتعلم مواجهة الأحوال وإزالة أي مشكلة محتملة تحسن عملية التعريف بالبيئة من مستوى السلامة ولكنها أيضا تزيد من متعة الغوصة لتكون مثيرة ومجدية لكل غواص حدوده سواء كنت جديدا على عالم الغوص ام كنت مخضرما قم بالغوص في اطار حدودك هذا يعني الا تتعدى مستوى تدريبك وحدود خبراتك كما يعني ان تبقى في نطاق الحدود المريحه بالنسبه لك هذا أمر مهم لأن البيانات تبين أن الفشل في الغوص في نطاق القدرات الشخصية يساهم في وقوع الحوادث والمشكلات، وهذا يحدث بسبب أن بعض أشكال الغوص ينطوي عليه مخاطر قد لا تبدو واضحة وتحتاج للتدريب لكي تتعرف عليها وتتجنبها، يمكن أن يسبب هذا أمنا زائفا، أحيانا إن لم يحدث أمر خاطئ قد يتخطى الغواص حدوده مثل الدخول إلى الحطام بدون التدريب المناسب أو المعدات المطلوبة ويمر الأمر، للأسف هذا يشجع على القيام ب به مرة أخرى، حينما تظهر مشكلة ما يكون الغواص غير مجهز أبدا للتعامل معها. الحماس قد يتسبب في أن يتجاهل الغواص المشكلة المحتملة، ويحدث هذا حينما يعرف الغواصون أنهم قد تخطوا الحدود، ويركزون على هذا الأمر أكثر من اللازم مما يؤدي إلى تشتتهم بعيدا عن المشكلات الأخرى. قم بتمديد حدودك من خلال استكمال التعليم واكتساب الخبره بالتدريج لا تترك ضغط الاصدقاء يؤثر عليك لتقوم بالغوص لاكثر من حدودك او مستوى الراحه عندك اقترح غوصه اكثر تحفظا او قم بالغوص مع رفيق اخر يمكن ان يقوم بذلك في نطاق حدودك هذا ليس الخيار الافضل للسلامه ولكنك ستستمتع بنفسك اكثر لانك ستتمكن من الغوص بثقه بدلا من القلق تعد الحياة الفريدة التي تشاهدها تحت الماء واحدة من أكثر الأشياء خصوصية في رياضة الغوص، وقد يكون هو السبب الأساسي للغوص. معظم الكائنات البحرية رائعة، وجميلة، وغير ضارة. كغواص، يمكن أن يكون تفاعلك معها نشطاً أو ساكناً. بشكل عام، تفاعل بشكل ساكن. هذا يعني ترك الحياة البحرية بدون إزعاجها. اسبق ببطء وبسلاسة مع مراعاة عالم ما تحت البحار وما يوجد حولك كلما قل إزعاجك للحياة البحرية سترى أشياء أكثر متعة التفاعل النشط هي تلك الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على الكائنات البحرية بعض الغواصين يحبون اللمس والحركة وأحيانا إخافة تلك الكائنات وهذا مضر ويجب تجنبه هناك بعض التفاعلات الإيجابية تعد معقولة ولكن الكثير منها قد يكون مضرا حتى وإن لم يكن هذا قصدك لذا حاول ابقاء تفاعلك ساكن، معظم الحيوانات التي تراها تكون غير مضره، ولكن بعضها قد يصيبك بهذا. بشكل عام يمكنك تجميع هذه الكائنات في مجموعه يمكنها ان تصيبك باللسعات او الوخز واخرى يمكن ان تعط. من الكائنات التي يمكن ان تلسع او تقرص قناديل البحر، والشعاب الناريه وفصيلتها، والاسماك ذات الاشواك مثل سمكه الاسد وسمكه العقرب، وسمك الراي اللساع، وقنفذ البحر، والقواقع المخروطية، ومن تلك التي تعض المواريا، والقرش، والباراكودا، والاخطبوط، وجراد البحر، والكابوريا. تنتج معظم إصابات الكائنات البحرية عن إهمال الغواص، واستفزاز رد فعل دفاعي منها. يمكنك تقليل خطر مهاجمة الكائنات البحرية بشكل كبير من خلال معاملة تلك الكائنات باحترام. ابقى جيدا في القاع وارتدي بدلة الغوص والقفازات إن كان مسموحا بها في هذا المكان وراقب أين تضع يديك وقدميك. لا تلمس الكائنات البحرية خاصة تلك التي لا تتعرف عليها. إذا كنت ترى حيوانا يمكن أن يكون عدوانيا مثل القرش الكبير فابقى ثابتا وهادئا على القاع أو بالقرب منه. لا تسبح باتجاهه ولكن راقبه باستمرار. من الممكن أن يمر هذا الشيء وحسب ولكن إذا بدا عليه العدوانية أو الفضول الزايد الذي يزعجك فاسبح بهدوء باتجاه مكان الخروج في القاع واترك الماء تكون غالبية الإصابات البحرية خفيفة ولكنها تتراوح ما بين إصابات مزعجة وإصابات تهدد الحياة في كل الأحوال تكون الأولوية للتنفس وتقديم سيبيار والتحكم في النزيف إن وجد تقديم الإسعافات الأولية وطلب الطوارئ الطبية للإصابة الخطيرة والتفاعلات الشديدة أو تلك التي لا تستجيب للعلاج ستتعلم المزيد من هذه الأنواع من حالات الطوارئ في دورات بادي للإنقاذ والتجاوب الأولي للطوارئ الرعاية الأولية والرعاية الثانوية حينما يتعلق الأمر بإصابات الحياة البحرية تفكر عادة بالحيوانات ولكن الطحالب والنباتات الأخرى يمكن أن تنطوي على مخاطر محتملة أيضاً الإصابة الأولية هي التشابك، وبالتالي حافظ على معداتك في مكانها، وبعيدًا عن الأماكن كثيفة النباتات. إذا علقت، فتراجع للخلف ولأعلى ولا تلف، حيث يمكن أن يزيد الأمر سوءًا من خلال لفها حولك. اطلب المساعدة من زميلك لتحريرك إذا استدعى الأمر. الغوص على الشاطئ من الأمور الشائعة، وقد يكون خيارك الوحيد في بعض الأماكن. ابدأ الغوص من الشاطئ بتقييم الأحوال وتخطيط الغوصة مع زملائك. المفترض أن تجهز نفسك بكل المعدات فيما عدا القناع والزعانف وأنبوب التنفس، ثم سر إلى الماء وضع قناعك وأنبوب التنفس قبل الدخول. يمكنك التقدم والرجوع، ولكن في بعض المواقع يمكنك الدخول بقفزة عملاقة من الرصيف والخروج باستخدام سلم أو استخدام الدرجات من وإلى الماء. إذا دخلت من على الشاطئ فانتبه لمكونات القاع والحياة المائية الخطيرة أو الهشة التي يمكن أن تطاها بقدمك، وقد يكون من الأفضل ارتداء واق للقدمين. من التقنيات المعروفة الدخول للماء حتى تصل إلى العمق الكافي للسباحة، ثم تضع زعانف، ثم بحسب موقع الغوص الذي تتواجد به، يمكنك النزول والسباحة بعيداً عن القاع أو السباحة على السطح والنزول بحذاء حبل طافٍ على الماء. بشكل عام تصعد وتنزل عن طريق عكس هذه الخطوات ضع في اعتبارك أنك لا تستطيع أن تنزل في بعض البيئات لذلك تحتاج إلى الوصول إلى العمق الكافي الذي يمكنك السباحة فيه بأسلوب آخر وحينما تضع خطة لرحلة الغوص تذكر أن تحتفظ بقدر كاف من الهواء للاستخدام أثناء الخروج تتطلب بعض مواقع الغوص الدخول عبر أمواج بسيطة بصفتك غواص حديث هذا يعني دخول على شاطئ منحدر قليلا به أمواج تصل الى ارتفاع الوسط او اقل سيساعدك فهم مبادئ حركه المياه على الدخول في الامواج البسيطه الامواج المتكسره تكون اعمق قليلا من الارتفاع الاصلي لها ينسحب القاع وتظهر اذا بمراقبه المكان الذي تكون فيه الامواج المتكسره يمكنك اخذ فكره عن عمق المياه تسبب الأمواج الأرجحة والتيارات تحت الماء تعرف الأرجحة بأنها حركة للأمام والخلف تحدثها أمواج تمر بالأعلى المشكلة الأساسية هي عدم سماح لها لدفعك نحو الصخور أو أي شيء خطير مع النزول للعمق تضعف الأرجحة تعرف التيارات تحت الماء بأنها مياه الأمواج المتكسرة التي تنساب عائدة إلى البحر تحت الموجات القادمة وكلما كانت الأمواج أكبر وزاد انحراف ميل الشاطئ، زادت قوة التيارات تحت الماء. المشكلة الأساسية أنها يمكن أن تتسبب في فقدان التوازن، ولكن بالنسبة للأمواج الخفيفة فلا يكون قوياً. عادة ما تقترب الأمواج من الشاطئ بزاوية، والتي تسبب تيارًا شاطئيًا قوي. يتدفق التيار الشاطئي القوي موازيًا لخط الشاطئ، ويميل إلى تحريكك للأسفل أثناء الغوص. يمكنك التخطيط لذلك من خلال السباحه ضد التيار اثناء الغوص او التخطيط للخروج في مكان ما على الشاطئ أحيانا تدفع الأمواج شيئا ما يكون عائقا يمنع تدفق المياه للخلف مرة اخرى للبحر من الاسفل حينما يحدث هذا قد تجري المياه في نفق باتجاه البحر عبر فتحة ضيقه وعبر الفتحه يضعف التدفق ويسمى هذا تيار ارتداد تيارات الارتداد يمكن ان تكون اشاره تحذيريه لانها تسحبك بعيدا عن الشاطئ بسرعه وتكون قويه جدا تعوق السباحه مرة اخرى ومعظم الحوادث التي تتضمن تيارات الارتداد تكون بسبب الفزع وليس التيار نفسه إذا علقت في أحدى فلا تقاوم قم بنفخ جهاز التحكم في الطف واسبح بمعدل ثابت عبره حتى تجتازه ثم اسبح لشطه مرة أخرى بعض المناطق قد يكون بها توصيه خاصه بتيارات الارتداد المحليه يمكن ان يدفع الهواء القادم من شاطئ الماء على السطح الى خارج البحر وهذا يسبب الانبعاث القاعي والذي يعني ارتفاع المياه العميقه لتحل محل المياه على السطح يميل الانبعاث القاعي لجعل ظروف الغوص اكثر وضوحا ولكن ابرد فبالتالي تحتاج لحمايه اكثر من التعرض تؤثر جاذبية القمر والشمس على سحب المحيط مما يسبب زياده بسيطه في الحجم ومع دوران الارض يتسبب هذا في المد وهو ارتفاع وانخفاض مستوى الماء تتسبب ظاهره المد والجزر في التيارات خاصه حينما تتدفق الى داخل وخارج منطقه ضيقه مما يؤثر على العمق ويمكن ان يتغير وضوح الرؤيه تتراوح تغيرات المد والجزر من القوي جدا وحتى ما لا يمكن ملاحظته لكن يمكن التنبؤ بها بصفه عامه ان انسب وقت للغوص هو وقت ارتفاع المد يمكنك العثور على مواعيد المد المحلي وارتفاعاته عبر الانترنت او باستخدام احد التطبيقات، إذا تغير المد والجزر بشكل ملحوظ، اطلب من محترف الغوص المحلي أن يعرفك بالتقنية المحلية، والآن لنلقي نظرة على التقنيات التي تستخدمها للدخول في الموج الخفيف، ابدأ بمراقبة أماكن تكسر الأمواج ونمطها حتى تدخل حينما تكون الأمواج غائبة أو عند أقل مستوى لها. ادخل مع وجود كل شيء في مكانه باستثناء الزعانف، وتنفس من المنظم، واحتفظ بكمية هواء في جهاز التحكم في الطفو تكفي للطفو. بجوار زميلك امشي على قدميك في المياه بسرعة للوصول إلى مياه أكثر عمقا. حينما تأتي موجة قف هكذا للاتزان، وكذلك قناعك أو المنظم ولا تترك مكانك. إذا كنت تستخدم أداة طفو اسحبها خلفك. في المياه العميقة بما يكفي للسباحة اسحب زعانفك واسبح على سطح للخارج الفكرة هي أن تمر عبر الموج بأسرع ما يمكنك تحول إلى استخدام أنبوب التنفس للحفاظ على الهواء إذا كنت ستسبح على الشاطئ قبل النزول بفترة بسيطة في نهاية رحلة الغوص ابقى على سطح قبل منطقة التكسر وتأكد من نمط الأمواج والوقت الذي دخلت بهدوء عند الاستعداد استخدم المنظمة واسبح بسرعة باتجاه الشاطئ مع المحافظة على بقائك بجوار زميلك في المياه الضحلة بالقدر الذي يسمح بالمشي فرغ الهواء من جهاز التحكم في الطفو حتى تتمكن من الوقوف والسير بثبات من خلال مراقبة الأمواج قم بإزالة الزعانف ومشي باتجاه الشاطئ سريعا اثبت أثناء مرور الأمواج مثل ما فعلت سابقا إذا تعثرت وسقطت وشعرت بصعوبة في النهوض فلا تحاول وما عليك الا ان تزحف حتى تخرج تقريبا واطلب من زميلك مساعدتك للنهوض كغواص ستغوص بتاكيد من قارب، للتجهيز لرحلة غوص من على القارب افحص معداتك قبل وقت الرحلة وتأكد من العلامات عليها حتى لا تختلط مع معدات شخص آخر. ستكون المساحة محدودة، لذا عليك تعبئة أغراضك بحيث يمكنك إخراج وإدخال ما تريد بسهولة في حقيبتك. ضع ما تريده في النهاية أسفل الحقيبة وما تحتاجه أولا في الأعلى. خذ ما تحتاجه لقضاء الوقت بعيدا، ملابس جافة ومشروبات ووجبات خفيفة وواقي الشمس والمناشف وهكذا. جهز نفسك من خلال أخذ قسط من الراحة والتغذية الجيدة، وأيضا خذ احتياطاتك لتجنب الإصابة بدوار البحر. نادرا ما يؤثر دوار البحر على الصحة لمدة طويلة، ولكنه يمكن أن يفسد رحلتك. تتوفر العقاقير المناسبة في معظم الأماكن، ولكن عليك استشارة طبيب إذا كانت لديك أسئلة بشان الأنسب بالنسبة لك. في الطريق، ابق في مكان به هواء نقي ومفتوح وانظر إلى خط الأفق. إذا بدأت تشعر بتعب، لا تذهب إلى رأس القارب. ستشعر بأن حالتك تسوء، وابق بعيدًا عن عادم المحرك. إذا شعرت أنك على وشك أن تتعب، فمن الاحتياطات أن تأخذ شخصًا معك وتذهب إلى الجانب الذي تهب منه الرياح. احرص على الوصول إلى قارب الغوص قبل موعد المغادرة بفترة كافية، ورص المعدات وفق تعليمات طاقم القارب. عادة ما تكون سفن الغوص بنداء قبل المغادرة، وهذا مهم لسلامتك، لأنهم سوف يقومون بالنداء على الموجودين أو يستخدمون إجراء آخر بعد كل رحلة غوص للتأكد من وجود كل الأشخاص على السفينة. اتبع كل الإجراءات التي يطبقها طاقم السفينة، يمكن أن يستغرق الصعود إلى القارب دقائق أو ساعات. إذا كانت عملية الصعود قصيرة جدا، يمكنك تجهيز المعدات. قبل ان يغادر القارب المرسى والاكثر شيوعا هو ان تقوم بتجهيز ادواتك ولكن تنتظر حتى تصل الى موقع الغوص او بالقرب منه لتضع خطه الغوصه مع زميلك وترتدي البدله والمعدات بعد تجهيز معداتك وتاكد من تعبئه الاستوانة اغلق صمام الاسطوانه وضع المنظمه في فمك حتى تصل الى الموقع احترس أثناء المشي وأنت مرتد أو تحمل المعدات، فمن السهل أن تفقد اتزانك على قارب يتحرك. تأكد من تأمين معداتك حتى وإن كنت ستتحرك بعيدا لفترة وجيزة، فالأمواج أو حتى حركة القارب قد تؤدي إلى سقوطها وجرح أحد ما أو كسر شيء بها أو دحرجتها. أغلب قوارب الغوص مجهزة بأرفف وأماكن لهذا الغرض. إن لم تجد، فضع المعدات على الأسطوانة وأغلقها حتى لا تتدحرج أو تنزلق. عند موقع الغوص يقوم مرشد الغوص بتقديم ملخص بسيط عن موقع الغوص ويتضمن الاشياء المثيره التي يمكن مشاهدتها والاخطار المحتمله والاحوال وغير ذلك من المعلومات التي تهمك انت وزملائك عند التخطيط لرحله الغوص وإذا كانت الغوصة هي الأولى خلال اليوم، قد يتطرق أيضاً إلى إجراءات الغوص العامة وأمور السلامة، وغير ذلك من المعلومات التي لا يلزم تكرارها قبل كل جولة غوص. وغالباً ما تشمل إشارة استدعاء الطوارئ الخاصة بالغواص، التأكد من أنك تعرف الإشارة المتفق عليها، وما يجب عليك فعله إذا سمعتها. بعد الملخص تأكد من الظروف المحيطة واتجاه التيار. بعد وضع أو مراجعة خطة رحلة الغوص، تكون جاهزاً لحمل المعدات والنزول. عند الغوص من القوارب الصغيرة، يمكن أن تجهز المعدات وتقوم بعمل فحص السلامة السابق للغوص والنزول بظهرك. أو يمكنك جعل المعدات تطفو وتنزل للماء ثم ترتديها. على قوارب الغوص الكبيرة، الأفضل أن ترتدي المعدات وأنت جالس. ارتدي كل شيء فيما عدا الزعانف، وقم بعمل فحص السلامة السابق للغوص مع زميلك. ثم اذهب إلى منطقة الدخول وأخبر القائد أنك مستعد للنزول. ارتدي زعانف اطلب مساعدة الزميل أو تعلق بشيء للتوازن وأعطي مرشد الغوص أي معدات خاصة تحتاج منه أن يناولها لك بعد أن تكون في الماء سيقترح الطاقم عادة طريقة معينة للدخول تناسب القارب والأحوال المحيطة والخصائص البدنية لك والطريقة المثلى للدخول هي عادة الطريقة الأسهل عند الغوص من القارب وبحسب الأحوال والعمق اتبع حبلا إلى القاع في العديد من المواقع تتبع بعد ذلك القاع بمستوى أعمق من العمق المتفق عليه وتسبح ضد التيار كما تعلمت حينما يصل زميلك أو أنت إلى زمن العودة أو حدود الهواء أو أي حد آخر يستلزم العودة فيجب إنهاء الغوصة والعودة حينما تصل إلى الحبل استخدمه كعلامة مرجعية للصعود واجعل توقف سلامة تالي بالقرب منه أو تعلق بقضيب أو حبل منفصل مثل الذي تضعه العديد من القوارب في الجانب مع مرورك تحت أو بجوار القارب، ابقى بعيدًا عن مروحة القارب. لا تتجه نحوها أو تقترب منها. حتى وإن كان محرك القارب ساكنًا، قد تتسبب مراوح القوارب في إصابة كارثية، وغالبًا ما تكون مميتة بدون إنذار تقريبًا. لذا تعامل معها وكأنها ستعمل بكل قوتها في أي وقت. بعد توقف السلامة، اصعد للسطح حمام أو بجوار القارب، وابقى طافيًا، واشر للطاقم بأنك على ما يرام. إن لم يكن هناك تيار، يمكنك السباحة على السطح بمستوى سلم القارب. إذا كان عليك السباحة على السطح بعيدًا عن القارب بسبب انخفاض مستوى الهواء، أو للعثور عليه لأنك قد تهت، فراقب حركة سير القارب. استخدم أجهزة إشارات السطح لتكون رؤيتك أسهل. لا تسبح تحت السطح. القوارب لا تراك، ويمكن أن يصدمك أحدها. إما أن تكون على سطح بحيث يمكن رؤيتك أو في القاع بشكل يضمن سلامتك تحت مسار القوارب وتختلف طريقة خروجك من الماء للوصول إلى القارب على متن قوارب الغوص الاكبر من الشائع استخدام سلم للخروج كالذي تراه في القسم 2 عند الغوص من القوارب الصغيرة عادة لا يتوفر سلم مناسب لذا فمن الشائع ان تخلع المعدات في الماء وتتسلق للقارب ثم تسحب معداتك احتفظ بزعانفك اذا كنت تحتاجهما للخروج اذا كانت هناك معوقات بدنيه تحول دون تسلقك للسلم يمكنك عاده استخدام هذه الطريقه تماما مثلما تغوص مع قارب كبير استخدم الحبال للغوص في التيار الخفيف الى المعتدل بدون ان يسحبك خلف القارب بعد عمل فحص السلامة السابق للغوص، ادخل الماء ثم اسحب نفسك بحذاء حبل السباحة في اتجاه خط المرسى أو المرسات. استخدم حبل المرسات للبقاء في مكانك مع النزول. قد تضطر إلى النزول للأسفل مع وضع يد فوق الأخرى. الطبيعي أن التيار يضعف في الأعماق. اسبح ضده أثناء الغوصة. لصعود عد إلى حبل المرسات واصعد بمساعدته وبمحاذاته. خذ توقف السلامة ثم اصعد إلى حبل السباحة. اتبع حبل السباحة للسلم أو الحبل المتدلي من القارب. انتظر على الحبل المربوط في مؤخرة القارب حتى يحين دورك في الخروج. إذا فقدت الحبل ولم تتمكن من الإمساك به في وجود التيار، فاصعد للسطح واسبح بسرعة عبر التيار لتعترض طريق الحبل. إذا لم تصب الحبل قم بنفخ جهاز التحكم في الطفو وأشر للطاقم أن يلتقطوك وانشر أجهزة الإشارات السطحية الخاصة بك استرخي قد يستغرق الأمر وقتا قصيرا قبل أن يصعد كل الغواصين على القارب ويمكنهم الحضور بعدك قد ينصحك طاقم القارب باتخاذ إجراءات أخرى يلجأون إليها عند الغوص في التيارات ليس من المعتاد أبداً ولكن إذا صعدت إلى السطح ولم تتمكن من رؤية القارب، ابقى هادئاً واضبط مستوى الطفو وانتظر حتى يتم التقاطك. قد يكون القارب انزلق بعيداً عن المرسات أو أن الكابتن قد اضطر للتعامل مع إحدى الحالات الطارئة. إذا كانت هناك عوامة إرساء في المكان فأمسك بها. انشر أجهزة الإشارات السطحية حتى يسهل على القارب تحديد مكانك حينما يعود. وإذا كان الشاطئ قريباً وثمة منطقة خروج ملائمة متاحة بالقرب أيضاً يمكنك فعلياً أن تتوقع الوصول إليها دون إجهاد وفي مرمى البصر فاسبح ببطء نحوها. بشكل عام هناك أربعة مراحل للتخطيط لرحلة الغوص. التخطيط الأولي هو اتخاذ قرار الغوص أنت تستقر على الزميل وتختار موقع الغوص وتتفق على الهدف والجدول والأشياء التي ستحتاجها وظروف الفحص العامة لرحلة الغوص وكذلك الطقس والأمواج المتكسرة والمد والجزر وهكذا ابدأ بالتجهيز والتخطيط قبل الذهاب بيوم أو أكثر افحص معداتك واملأ الاستوانة إذا احتجت لذلك أعد التأكد من الظروف المحيطة إذا كان الفحص الذي أجريته منذ عدة أيام، وابدأ بحزم معداتك بالطريقة المناسبة. تجهيز اللحظة الأخيرة هو ما تقوم به قبل الانطلاق مباشرة. أعد التأكد من كل شيء أمكن لتجنب أي تغييرات في اللحظة الأخيرة. دع أحدا يعرف أين ستذهب، بما في ذلك موقع العودة المتوقع، وما الإجراء المفترض أن يتخذه إن تأخرت ورقم هاتفك المحمول. اجمع بعض الأغراض الشخصية التي تريدها معك مثل بطاقة الاعتماد الخاصة بك وواقي شمس والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والمشروبات وهكذا حزم حقيبة المعدات مع وضع أي شيء متبق وتأكد مرة أخرى من أنك لا تنسى شيئا يعد التخطيط المسبق للغوص هو خطة رحلة الغوص الحقيقية التي توضع وفق ما تجده في موقع الغوص عليك التنبؤ بأشياء كثيرة واتخاذ القرارات والتخطيط بأسلوب معقول قدر المستطاع تقيم ما إذا كانت الأحوال مقبولة أم لا خذ كل الوقت الذي تحتاج إليه إن لم يكن مناسبا فانتقل إلى موقع آخر أو ألغي رحلة الغوص اتفق على الطرق بما فيها مكان وكيفية الدخول والخروج ومسار الرحلة راجع الإشارات والاتصالات حسب ما تقتضي الضرورة اتفق مع زميلك على إجراءات الانفصال وعلى الزمن والعمق وحدود مصدر الهواء كما يجب مناقشة التصرف الذي يجب اتخاذه في حالة الطوارئ توجد في صحيفة خطة رحلة الغوص بعض النقاط التي تساعدك على التخطيط السابق للغوص إن الغوص مدعوم بسجل حافل بنتائج رائعة في السلامة أفضل من ألعاب رياضية وأنشطة أخرى كثيرة، غير أنه لا تزال هناك مخاطر وأخطار قد تواجهك، لا يمكنك تنفس الماء، فالبديهي أن يكون وجودنا داخل وتحت الماء أمرًا يترتب عليه بعض المخاطر والتهديد، ولقد تعلمت شيئًا عن بعض المخاطر المصاحبة لتنفس الهواء المضغوط. هناك الكثير الذي ستتعلمه كغواص مبتدئ. سيساعدك على تقليل المخاطر والتعامل معها، ولكن شأنه شأن كل شيء في الحياة، لا يمكنك إلغاؤه تماماً. لتقليل المشكلات من هذا النوع، قم بالغوص في نطاق حدودك. ابقى مستعداً وحافظ على مهاراتك. يجب أن تتبع دائماً المبادئ التوجيهية للغوص الآمن، واحصل على المعدات الموصى بها، والتزم بأداء ما تعلمته، حتى وإن بدا ذلك غير ضروري. تذكر أنك حينما تكون تحت ضغط فأنت تميل إلى القيام بما اعتدت عليه لذا عليك الحفاظ على العادات التي تساعدك على تجنب المشكلات والتعامل معها أنت بشر ولذا ستقع في الأخطاء من خلال اتخاذ الإجراءات السليمة ووجود المعدات المطلوبة يمكن تقليل هامش الخطأ إلى حد كبير مع وجود عادة غوص سليمة ومعدات مناسبة ستكون المشكلات أقل وستصبح المشكلة الفعلية بسيطة من الافضل ان تكون مجهزا للتعامل مع المشكلات بسرعه وبفعاليه ستتعرف خلال القسم الفرعي التالي على كيفية إدارة المشكلة الأساسية ولكن اعلم أن استمرار التعليم كغواص يزيد من معرفتك ويعزز ما تعلمته في هذه الدورة على سبيل المثال من المرجح أن تستكمل دورات بادي لمزود أكسجين الطوارئ وإنقاذ الغواص وكذلك تدريب الرعاية الأولية والثانوية والاستجابة الأولى في حالة الطوارئ خاصة إذا كنت تنوي الغوص بعيدا عن أماكن المساعدة الفورية بمعاونة أطباء طوارئ مدربين ومنقذين ومرشدين دي غوص مؤهلين تحدث معظم المواقف الحرجة للغواصين على سطح يمكنك منع أو التحكم في الكثير من هذه الأمور من خلال القيام بما تعلمته الغوص في نطاق حدودك والاسترخاء عندما تغوص والحفاظ على مستوى طفو مناسب حينما تكون على سطح إذا صادفتك مشكلة على السطح قم فورا باتخاذ وضع الطف انفخ الهواء بفمك في جهاز التحكم في الطفو أو ألق الأثقال توقف وفكر ثم تصرف اطلب المساعدة إذا احتجت لذلك وهذا يجنبك في الغالب تفاقم المشكلة الصغيرة إذا احتجت أن تساعد أحد الغواصين على السطح عليك أن تدرك أولا أنه بحاجة إلى المساعدة وتعرف ما الذي يدور بذهنه عادة يقوم الغواصون القادرون على السيطرة على الحالة ويحتاجون للمساعدة بإرسال إشارة أو طلب المساعدة وهم يبدون مستريحين نسبيا وحركاتهم مقصودة ومنضبطة عادة سيستجيبون إلى التعليمات ويتبعونها أبقى معداتهم في مكانها واجعلهم يحافظون على مستوى الطفو بالنسبه للغواصين الذين لا يتمكنون من السيطره على الموقف يتصرفون من منطلق خوفهم بدلا من استخدام الاجراءات المقصوده والموجهه المعتمده على تدريبهم سيقاومون بعنف ويظهرون طاقه رهيبه ليبقوا على السطح حتى ينهكهم هذا التصرف لا يتمكنون من المحافظه على المستوى المطلوب للطفو ولكنهم سيحاولون التسلق على اي شيء او اي شخص ليقاوموا الغرق سيرفضون وضع أقنعتهم ووحدات الفم وسيفتحون أعينهم جدا ولكنهم لا يرون ولا يتبعون التعليمات ويتحركون حركات سريعة وغير مدروسة يحتاج الغواصون المرعوبون إلى مساعدة فورية لأنهم قد يستمرون في المجاهدة حتى الظهر وهي المرحلة التي قد يتعرضون فيها لخطر الغرق اتبع أربعة خطوات حينما تساعد غواصا آخر أولا أجري طفو لنفسك وللغواص ثم ألقي أو مدد شيئا يمكنه الطفو إذا اضطررت للتلامس للمساعدة فاضبط مستوى الطفو الخاص بك أولاً، ثم انفخ جهاز التحكم في الطفو الخاص بالغواص الآخر أو تخلص من أثقاله. ثانياً، حاول تهدئة الغواص من خلال التأكيد عليه أنه سيكون بخير. وثالثاً، ساعده على التحكم في التنفس. اجعله يتنفس ببطء وبعمق للمساعدة على الاسترخاء. إن أمكن وإن كان مناسباً، امنحه فرصة للتعافي قبل القيام بأي شيء آخر. أخيرا، ساعد الغواص في الوصول إلى القارب أو الشاطئ، حتى الغواصين الذين يتحكمون في الوضع قد يحتاجون إلى المساعدة بسبب الإصابة بالشد العضلي في الساق أو غير ذلك من المشكلات، ستمارس دفع وسحب الغواص أثناء فترة التدريب. قد يكون الغواص غير المستجيب على السطح قد استنشق ماء، أو يعاني من الإرهاق والتعب، أو أصيب بأزمة قلبية، أو يعاني من إصابة تمدد الهواء داخل الرئة، أو لديه حالة أخرى خطيرة. ويحتاج الى المساعده الفوريه وتعد الأولويات الرئيسية هي فحص التنفس والبدء في إجراء أنفاس الإنقاذ إذا استدعى الأمر بالنسبة للغواص الذي يطفو ووجهه للأسفل على السطح فقد يكون يأخذ قسطا من الراحة ويراقب ما يوجد تحت الماء ولكنه يمكن أن يكون غير مستجيب التواصل الجيد مع الرفيق يجنبك الارتباك ولكن تحقق من مستوى الاستجابة إذا كان الغواص لا يتحرك هكذا لأكثر من بضع دقائق نحن نعتبر أن الغواص الذي يطفو في وضع غريب أو الذي يشعر بالرعب ثم يتوقف عن الحركة غير مستجيب لمساعدة غواص غير مستجيب اضبط مستوى الطفو لنفسك وللمصاب اطلب المساعدة من القارب او الشاطئ تأكد من التنفس وقدم المساعدة للتنفس ان لم يكن يتنفس اخيرا اسحب المصاب خارج الماء مع الاستمرار في انفاس الانقاذ اذا استدعى الامر سنتطرق قريبا للاجراء التالي بعد الخروج مرة أخرى ستمنع أو تسيطر على معظم المشكلات التي تحدث تحت الماء من خلال القيام بما تعلمته. استرخي أثناء الغوص وخطط مع زميلك استخدام الهواء وراقبه عن قرب. وقم بالغوص في حدود امكانياتك والمهارات التي تدربت عليها لقد تعلمت عن الانهاك فيما سبق ولكن لنراجع الامر لانها من المشكلات الشائعه الحدوث تحت الماء يمكنك تجنب الانهاك عن طريق التنفس ببطء وبعمق تجنب الانشطه الشاقه اذا بدات في الشعور بالانهاك يمكن ان تشعر بالحاجه الشديده للهواء اذا احتجت للهواء اسرع من المعدل الذي يوفره لك المنظم اذا حدث ذلك فلا تتجاهل هذا الشعور تذكر ان وتتعلق بشيء لا يتضرر مثل قطعة من الشعاب المرجانية الميتة في هذه الحالة. استرخي وتنفس ببطء حتى تستطيع التقاط أنفاسك واستمر بمعدل نبضة أو انهي رحلة الغوص إذا استدعى الأمر. منظم سكابا الخاص بك مصمم بحيث إذا تعطل يطلق التدفق بحرية. هكذا، بدلاً من حبس الهواء عنك، يمكنك التنفس من منظم يخرج الهواء بدون سيطرة، ولكن لا تسد فمك به. ضعه بشكل جزئي لأن هناك احتمال مخاطرة الإصابة بتمدد الهواء داخل الرئة إذا كان التدفق شديداً. ولكن بشكل أساسي قد يخرج من فمك أو يفيض إلى القناع. بدلا من ذلك اضغط عليه لخارج شفتيك هكذا مع ترك الهواء الزائد يخرج ادخل احد اطراف وحدة الفم اذا كان ذلك سيساعد ثم تنفس الهواء الذي تحتاجه من خلال شفته من التيار مثل ما تفعل عند شرب من نافورة مياه ابدأ فورا لأن تدفق الحر سيستهلك ما لديك من هواء سريعا ولكن اصعد بمعدل آمن الطبيعي أن يقوم أحد المحترفين بخدمة فحص المنظم قبل استخدامه مرة أخرى ستتمرن على هذه المهارة أثناء الغوصة الرابعة في المياه المحصورة في المناقشة الخاصة بالنباتات البحرية تعلمت أن تشابك أمر نادر الحدث يمكن أن تتسبب السنارات أو الحبال المرتخية أو شباك الصيد القديمة في حدوث تشابك ولكن يمكنك تجنب هذه المشكلة من خلال التحرك ببطء والانتباه ومراقبة أين تذهب والحفاظ على معدتك في مكانها المضبوط ولكن إذا علقت بشيء ما فلن تكون هذه عادة حالة طارئة إذا كان لديك ما يكفي من الهواء لا تلف أو تستدير فهذا يجعل الحبال تلف حولك توقف وفكر ثم حرر نفسك بهدوء وببطء اطلب مساعدة صديقك، وإذا كان التشابك شديد أو إذا كان مستوى الهواء لديك منخفض، فاستخدم أداة القطع التي بحوزتك بحذر شديد إذا كان ذلك أسرع. في حالات نادرة وشديدة قد تحتاج إلى فك معدات سكوبا لديك لفك التشابك، والذي سوف تتدرب عليه أثناء رحلات الغوص التدريبية في المياه المفتوحة. لقد تعلمت بالفعل الكثير من المواقف التي ينخفض فيها مستوى الهواء أو ينتهي الهواء الذي معك التخطيط لاستخدام الهواء بما في ذلك الاحتياطي ومراقبة جي يجنبك عادة تلك المواقف من الأفضل أن تسبح مسافة طويلة على سطح بدلا من أن ينفذ ما لديك من الهواء وأنت تحت الماء في حالة نفاذ كمية الهواء لديك يكون أمامك أربعة خيارات الأول هو أن تصعد بشكل طبيعي حينما يكون لديك بعض الهواء ولكنك تشعر ب. مقاومة قوية في التنفس ستحصل على مزيد من الهواء حينما ينخفض الضغط المحيط بك لذا تنفس بخفة واصعد ببطء وبشكل منتظم ولا تجري توقف السلامة إلى السطح أفضل خيار هو وجود مصدر هواء بديل للصعود أنت أصبحت معتادا على هذا الآن وسوف تتمرن عليه مرات عديدة أثناء فترة التدريب إن لم تكن بالقرب من زميلك كما هو متوقع ولم يكن لديك مصدر بديل مستقل للهواء وأنت على عمق 6 إلى 9 أمتار أو 20 إلى 30 قدما أو أقل فهناك صعود الطوارئ المسيطر عليك طريقة أخرى للاستجابة انظر للأعلى ببساطة واسبح إلى السطح مع عمل صوتي آ آه للتأكيد أنك تخرج الزفير لتجنب الإصابة بتمدد الهواء داخل الريع سوف تتعلم هذا من خلال السباحة أفقيا أولا في المياه المغلقة مع مدربك اصعد بمعدل آمن وحافظ على المنظم في فمك واحتفظ بكل معداتك في مكانها. ستتعلم المزيد في قسم مهاراتك كغواص. يمكن استخدام صعود الطوارئ مع الطفو اذا كنت بعيدا جدا عن زميلك ولم يكن لديك مصدر بديل للهواء وكنت على عمق لا يسمح لك بالوصول الى سطح باستخدام طريقه اخرى. اسعد تماما كما تفعل في طريقه الصعود بالسباحه الحذره باستثناء تخلصك من الاثقال ستتعدى معدل الصعود الامن ولكن هذا افضل من البقاء في القاع قم بعمل صوتي آ آه وافرد ذراعيك وساقيك مع اقترابك للسطح لتبطئ الحركة حينما تصل إلى سطح في موقف نفاذ الهواء لن يعمل جهاز نفخ ذو الضغط المنخفض إذا استدعى الأمر أضبط مستوى الطفو من خلال التخلص من الأثقال أو أنفخ جهاز التحكم في الطفو بفمك يمثل وجود غواص غير مستجيب تحت الماء حالة طوارئ خطيرة والأولوية هنا هي إخراج الغواص إلى السطح استخدم جهاز التحكم في الطفو الخاص به أو تخلص من الأثقال التي بحوزته اذا استدعى الامر. امسك المنظم الخاص به ان كان في مكانه، وان لم يكن فلا تضيع وقتك في محاوله وضعه مره اخرى. اسعد بمعدل آمن مع الحفاظ على سلامتك الشخصيه، لانك لن تتمكن من مساعده احد ان كنت انت في مشكله. اذا فقدت السيطره على المصاب فاتركه يصعد للسطح قبلك، وعلى سطح اتبع الاجراءات التي رايتها سابقا. فكونه غير مستجيب يعني انه فاقد الوعي او غير قادر على الاستجابه او التصرف على نحو ملائم حينما يقترب المرء من الغرق يمكن ان تتسبب الاصابات المرتبطه بالضغط والحالات الطبيه مثل الازمات القلبيه في صعوبه التنفس او فقدان الوعي أو عدم القدرة على التفكير السليم أو مشكلات في الرؤية أو الشلل أو ألم في صدر أو فقدان التركيز أو الأزمات القلبية والتنفسية ما أن تخرج من الماء تكون أولوياتك أثناء مساعدة الشخص فاقد الوعي كالتالي تأكد من أنه يتنفس أبقي مجرى الهواء مفتوحا راقب التنفس باستمرار وقدم له الإنعاش القلبي الرئوي CPR عند الضرورة اتصل برعاية الطوارئ أولا نظام الطوارئ الطبي المحلي ثم خدمة طوارئ الغواص المحلية مثل شبكة الاستغاثة للغواصين إن كانت هناك واحدة في المنطقة حافظ على وضعية الغواص فاقد الوعي الذي يتنفس بحيث يستلقي على جانبه الأيسر لأسفل إذا حصلت على استجابة